ابني يسأل عن حكم اللعب بالشطرنج، يعني أدنى ما يقال فيه أنه مكروه، أنا أستطيع الجزم بتحريمه، يعني قد يرخص في القليل منه إذا لم يستغرق الأوقات ولم يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ووجه من قالوا بالترخيص باليسير منه أنه مسألة تعتمد على الذكاء وعلى المهارة في استخدام العقل والتدريب على التخطيط، وليس مجرد خبط عشواء كلعب النرد مثلا. لعب النرد خبط عشواء، الشطرنج فيه تخطيط وترتيب وكذا. فمن قال بالترخص في اليسير منه ذهب إلى هذا المعنى، والتنزه عن هذا كله أولى، وليس عندنا في أوقاتنا ما نشغله في مثل هذه التفاهات. بارك الله فيكم.